سعادة قوية جدا عند كل جمهور الاهلي وعلى كل لعيبة الاهلي بعد الفوز على بطل غانا بنتيجة 3-0 على ارضية استاد السلام. خليني اكلمكم على كواليس اللقاء اللي احتفل به كل جمهور الاهلي النهاردة بشكل كبير جدا من بداية المباراة، وبين الحوارات الجانبية على لعيبة الاهلي اللي بتبدأ تدخل مع بعض في حوارات واحاديث جانبية على يعني اداء لاعبهم في ارضية الملعب. واضح التركيز القوي جدا على مستر كولر اللي على طول واقف وبيطالب لعيبة الاهلي بالتركيز وعملية يعني التركيز في عملية نقل الكور. واضح الانفعالات الكبيره جدا على يعني المدير الفني البطل غانا اللي واقف بينفعل كتير جدا على لعيبته وبيزعق لهم بشكل كبير جدا. جمهور الاهلي النهارده في المدرجات بيدعم اللاعبين من اللحظات الاولى. واضح اللي فيه حضور خاص النهارده للكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص اللي هو يكون متواجد واللي هو يآزر الاهلي واللي بيتفاعل مع اكتر من كره كده اثناء تواجده في المدرجات. لكن خليني اقول لكم طبعا اللي كان واضح عدم الرضا في الشوط الاول على مستر كولر اللي مش عاجبه اداء لعيبه الاهلي وواقف باين اللي هو مش عاجبه الاداء، وده اللي واضح على جمهور الاهلي اللي اكتر من مره بينادي على اللعيبه. لكن النهارده رساله دعم قويه جدا من كل جمهور الاهلي للكابتن عمرو فاروق. نامل من ربنا اللي هو يعني يقوم بسلامه ان شاء الله من ازمته الصحيه. جمهور الاهلي بيدعمه النهارده بلفته وبهتاف كبير جدا اثناء المباراه. طبعا اول لما انتهى الشوط الاول بدا بقى يكون الصدمه واضحه على مستر كولر اللي فضل واقف، كل لعيبه الاهلي خرجت والكل خرج من ارضيه الملعب ومستر كولر واقف كده في وصل التركيز كبيره جدا، واقف وبيبص كمان على حكم المباراة أثناء خروجه. واضح اللي هو عايز يتكلم مع حكام اللقاء في حاجة، لأنه كان واضح اللي هو مش عاجبه أدائهم اللي اعترض عليه كتير النهاردة مستر كولر، واللي كان واقف بيتكلم كتير جدا مع الحكم الرابع النهاردة أثناء المباراة. بدأ يكون في الشوط الثاني حوارات جانبية كتير ما بين مستر كولر وما بين مساعديه اللي بيقوم وبيروح يقعد معهم على الدكة كده ويتشاور مع كابتن سامي قمصان ومع مساعده كده في أكتر من يعني شيء. وبيبدأ على طول بقى مساعد مستر كولر يتوجه لمدرب أحمال الأهلي عشان يطالبه بإجراء عمليات الإحماء كده للاعبين، وهو أفشا ويعني بيرستاو النهارده اللي بدأ الكابتن سامي قمصان يوجه لهم ويعني يقول لهم على التعليمات الفنية النهارده قبل نزولهم في المباراة. واضح طبعا التعليمات بقى، واضح الحديث المستمر من مستر كولر للاعيبة الأهلي اللي على طول بيطالبهم بالاستمرارية في عمليات نقل الكور. واضح الانفعال الكبير جدا على مدرب يعني بطل أو غانا اللي بيقف ينفعل على الجهاز الفني أو مساعديه كده بسبب أداء لعيبته، وبيبدأ يزعق لهم وبيبدأ يتكلم معهم يعني بأسلوب واضح اللي هو يعني الراجل مشدود النهارده أثناء المباراة. لكن طبعا رقصة وسعادة قوية جدا على كل لعيبته وعلى كل جمهور الأهلي النهارده بعد هدف الأهلي الاول اللي بيحرزه كهربا، واللي بيبدا كهربا بقى وامام عاشور يدخلوا مع بعض في وصله رقص كده واحتفال خاص ما بينهم بعد هدف كهربا الاول. وبيبدا بقى لعيبه الاهلي تحتفل مع امام عاشور وتحتفل مع كهربا بسبب اسيست امام عاشور وهدف كهربا، احتفال وسعاده قويه واضحه على الجميع. كهربا بيبدا يقف ويشاور على شعار الاهلي الجمهور الاهلي ويقول لهم يعني ان الاهلي هو رقم واحد، وبعد الاحتفال بيبدا يتوجه عشان يحتفل ويحضن كده مستر كولر على الدكك، وبيبدا على طول الكابتن يتجه هو كمان لكابتن بيبو عشان يحتفل معاه السعاده. وطبعا واضحه جميع الكل واضح اللي هو مبسوط والكل واضح اللي هو بيحتفل بشكل كبير جدا. بدا الارتياح وبدا الحماس بقى يظهر على قمح الدولي اللي متواجد في المدرجات اللي بدا يحتفل كده بعد هدف كهربا، وبدات تظهر عليه السعاده الكبيره جدا. لكن طبعا الاجواء بدات تتغير وبدات السعاده تزيد اكتر واكتر بعد هدف حسين الشحات اللي بدا بقى تتوجه للعيبه او للجمهور عشان تحتفل معاهم بهدف الاهلي الثاني، وبدات السعاده تظهر على الجميع. حسين الشحات بيكون حريص النهارده هو اكرم توفيق اللي هم يحتفلوا على طريقه حنظله مناصرة كده لاخواتنا في فلسطين، اللي بيبدا كل جمهور الاهلي يهتف بشكل كبير جدا لكل اخواتنا في فلسطين وكل يعني شهداء فلسطين، وبيدعمهم في رساله دعم قويه جدا النهارده بعد هدف اكرم توفيق او بعد هدف حسين الشحات الثاني. الكل باين اللي هو مبسوط، الكل باين اللي هو سعيد، رساله دعم قويه جدا النهارده طبعا من كل جمهور الاهلاوي وكل او لرساله للقضيه الفلسطينيه وكل اخواتنا في فلسطين. ربنا ينصرهم ان شاء الله على عدوهم وعدونا ويحرر ارضنا وارضهم المسجد الاقصى كده من العدو المحتل ان شاء الله، ونشوف المسجد الاقصى ارضنا وارض المسلمين كلها طبعا يعني محرره باذن الله عاجلا غير اجلا. لكن خليني اقول لكم طبعا الاحتفال كبير جدا طبعا بقى واضح على كل دكه الاهلي النهارده بعد الهدف الثالث. لكن الاحتفال ده ما قدرش الدكه تحتفل بيه او اللعيبه تحتفل بيه بشكل كبير او الجمهور بشكل كبير، لان في اللحظات ديت كان جمهور الاهلي بينادي على المسعفين عشان احد يعني الشباب تم اصابته في المدرجات، وده اللي خلى لعيبه الاهلي تقوم وتطالب
طالب المسعفين اللي هم يعني يتوجهوا بسرعه للمشجع. بدا يعني امام عاشور واكثر من حد من اللاعبين اللي متواجدين رامي ربيعه واكثر من حد من اللاعبين يطالبوا المسعفين اللي هم يتوجهوا بسرعه, وفعلا ده اللي عمله. المسعفين بداوا يتوجهوا وبدا يكون بقى في صداره المسعفين كده طبيب الاهلي اللي بدا على طول يروح للمشجع عشان يكشف عليه وعشان يشوف يعني ويطمن عليه كده بسبب صيحاته وبسبب نداء الجمهور الكبير جدا اللي بعد الاصابه ديت. بدا الجمهور كله يسكت في المدرجات وبدا القلق يظهر بقى على لعيبه الاهلي اللي قامت وبدات تبص على عمليه نقل المشجع لعربه الاسعاف وسط يعني قلق من الجميع. وبداوا يتوجهوا او بدا رامي ربيعه واكتر من حد من اللعيبه يسالوا الطبيب ويطمنوا منه على حاله المشجع, وبدا يكون في بقى عمليه طمئنه كده او طمانينه كده من يعني احد افراد الامن المتواجدين للنادي الاهلي النهارده اللي بدا يطمن الجمهور ويقول لهم يعني ان الوضع تمام. وبدا الجمهور على طول يسقف وبدا يهتف ويرجع للهتاف من اول وجديد. طبعا سعاده قويه جدا وواضحه على كل لعيبه الاهلي النهارده بعد نهايه المباراه اللي بداوا يهزروا مع بعض وبداوا يحضروا بعض وبدا الارتياح بقى يظهر عليهم وبدات السعاده تظهر على كل اللاعبين اللي بيهنوا بعض النهارده وبداوا يدخلوا يعني في وسط هزار ما بينهم وبين بعض كده بعد نهايه المباراه. تعرض احد لاعبين الاهلي طاهر للاصابه وبدا اكتر من حد من لاعيبه الاهلي يروح عشان يطمنوا عليه. مستر كولر بيقف ويدخل في وسط هزار مع حسين الشحات وبيحضنه وبيبدا يسلم على كل لاعيبه الاهلي النهارده بعد نهايه المباراه. وفي لقطه محترمه جدا بيبدا بقى اكتر لاعب كامل لاعيبه بطل غانا يطلبوا من امام عاشور ومن يعني اكتر من لاعب من لاعيبه الاهلي النهارده محمد عبد المنعم وكان اللي هم يلتقطوا معاهم الصور التذكاريه, وبيبداوا لاعيبه الاهلي ولاعيبه بطل غانا كده يقفوا ويلتقطوا مع بعض صور تذكاريه في لقطه محترمه جدا بعد نهايه المباراه. بنقول لكل لاعيبه الاهلي وكل جمهور الاهلي وكل مسؤول الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي النهارده اللي بيحققوه على بطل غانا بنتيجه 3-0, ويا رب موفقين دايما في مشوارهم الافريقي.